وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعنايه بالائمه والخطباء وتطوير برامج تاهيل وتدريب الائمه التي تتم بغرض تاهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الانسانيه والاجتماعيه والثقافيه. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاوقاف اسامه الازهري حيث قال متحدث الرئاسه ان الاجتماع تناول خطه عمل وزاره الاوقاف خلال المرحله المقبله. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول خطه عمل وزاره الاوقاف خلال المرحله المقبله من خلال محاورها الاربعه المتمثله في مواجهه التطرف الديني والارهاب بكافه صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الاخلاقيه وتعزيز عمليتي بناء الانسان وصناعه الحضاره. وقد اشار السيد وزير الاوقاف في هذا السياق الى ان الوزاره تهدف الى مواصله وتعزيز عمليه تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصيه الانسان المصري في اطار الجهود الشامله للدوله لتجديد الخطاب الديني وتطوير الياته. لا سيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثه للوصول لاكبر عدد من المتلقين الى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المراه في مجال الوعظ والارشاد وشرح المبادئ الوسطيه للاسلام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعنايه بالائمه والخطباء وتطوير برامج تاهيل وتدريب الائمه التي تتم بغرض تاهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الانسانيه والاجتماعيه والثقافيه وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبه قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الاسلامي الحنيف وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من اغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي والذي ياتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن